هم أطفال من قطاع غزة يرقدون هنا في مستشفى تل هاشومير في تل أبيب نظراً لإصابتهم بمرض السرطان، حالة إنسانية دفعت فريق فكر بغيرك التطوعي لتقديم بيئة داعمة لهم. جمعية فكر بغيرك هي جمعية غير ربحية من الشعب للشعب، احنا بتواصل دائم مع الأطفال اللي بيجوا من غزة للمستشفيات، مقدم لهم الأدوية، الرعاية، الأجهزة اللي هن بيحتاجينها، الدعم المعنوي والنشاطات الترفيهية للأطفال. ذوي الأطفال رأوا بتلك النشاطات يدا رحيمة امتدت إليهم في ظل ظروف إنسانية وسياسية صعبة. احنا بنتعرف احنا جاي من غزة ومن الضفة وبمدوا ايد العون دائما للاطفال، اي طفل اي شيء بيلجا لهيك في ادويه في علاج في اجهزه بتكون ايد الحنونه في هيك موضوع، بتحاول قدر الامكان توفر هيك مواضيع للاطفال كلياتهم. دعم معنوي ومادي يحظى به الاطفال من خلال تلك النشاطات، الامر الذي من شانه ان يخفف عنهم وطأة المرض وآلامه. مبسوطين ونفرح وبننسى كل الوجع، والولاد طبعا زي وبنسى كل المرض وبنسى كل الحزن وبنسى كل شيء. رسالة إنسانية خالصة يحملها هذا الفريق، ولسان حاله يقول ليس هنالك أعظم من أن تجعل طفلا باكيا يضحك.